السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الكلاب الجيرمان لأول مرة. كلاب جيرمان شو لاين ب 2000 ونص. شو لاين كلب ما فيهوش غلطة، قد يكون شوية يعني محتاج اهتمام، بس مش اللي هو متهان، كويس ومستوى كويس. بيبدأ الشو لاين في السوق من 2000 ونص في البداية. وأهم حاجة صلي على النبي، ما تعملش لايك ولا شير ولا كومنت ولا سبسكرايب، سيبك من الحاجات دي كلها، صلي على النبي وكفى. يلا بينا نخش السوق ونشوف الدنيا كانت عامله ازاي في الكلاب الجيرمان المره دي. يلا بينا. ب 1700. ده كلب جيرمان متدرب كويس، حاجه درايف عالي، ب 1700 جنيه. هات رقمك. طيب الرقم هيعضني. طيب ايه يا عم، كلب شغال كل حاجه. هات الرقم. الرقم موبايله 012 012 2 2 4 4 8 1 8 1 400. عنده قد ايه؟ عنده 8 شهور. 8 شهور ما شاء الله. خلي الكلب على رجليه. نادي من عندك، نادي من عندك. شغال. طب امسكه كويس. بيبيعه بكام؟ انا شغال لك امه، بس انت امسكه كويس. امسكه انت كويس بقى، لا من غير ما هسه، امسكه بس يا عم. امسك الكلب بقى، والكلب مركز بس ايه. هو بيدور على صاحبه، الكلب تايه. طب حركه، تعالى حركه هنا بس شوف حاجه. تعالى كده، تعالى كده. كلب جيرمان فيميل كويس، يعني تقدر تقول عليه شو لاين. مواصفات يعتبر كاملة كويس. عنده قد ايه؟ عنده حوالي 9 شهور. 9 شهور يا معلم، صباح الفل. بكام؟ بكام؟ الراجل كان صاحبه كان بيقول لك كام وبيعت بثلاثة؟ طب هات رقم. قول الرقم. هو قبل ما يجي الكلب حلو. على كلب جيرمان شو لاين مقاس ستاندرد بكام؟ بأربعة. وفي الآخر بيقولوا لنا في القاهرة. بص خليها هنا كده. بص الكلب أهو، أنت قلت لي سعره كام؟ ب 4000 جنيه. عنده قد إيه بالظبط؟ سنة ونص. كلب مقاس ستاندرد كويس. في دم؟ امسكه كويس. لا لا مش انت والله، انا اسفين. امسكني السنه اللي قدام بس. الله ينورك. اديني رقم تليفونك بقى. 012 06 12 77 53. اسكندريه يا شباب. ها انا بحسبك نازل كده. بكام؟ ستيجاروي جيرمان.
الشرف والله العظيم ما حد دقها. انا عملت الكاوتشه بس. الجروه دي الجرو ده ايه؟ نتايه بكام؟ ب 2000 جنيه. عندها قد ايه؟ خدها هاني 9 شهور عسوله قوي ان شاء الله. طيب والباقي ايه بقى عندك؟ ال 4000 جنيه ده ولد بنت بنوته ب 4000. عندها قد ايه؟ عندها دلوقتي 12 شهر. فرخت قبل كده؟ اه غايبه وش. غايبه وش. اللي جنبها نفس السن بس جنبها 1.5. ناديها دي الصايعه دي بأربعة. دي كام بقى؟ 1.5. عندها دي برضو سنة وشو. دي جابت وشو قبل كده؟ جابة وشو. جابة وشو دي أول حدة دي. ودي أول حدة في 9 شهور. في 9 شهور دخل على أول حدة. ماشي مع المعلم بقى. ده إيه ده؟ لولو. عندنا عامل كام؟ 500 جنيه. هات الرقم. 012 2 3 3 9 5. 010. تمام. الموتور سخن. الموتور سخن والله اكذب عليكم. الموتور سخن. انت بتضحك والله. كل حاجه فني ولا حاجه. ما كنتش اعرف انا في الحاجه دي خالص. بكام الكلب ده؟ جواك من الاخر؟ اه 5000 جنيه. 5000 جنيه. طب هات الرقم. 012 012 0 0 713 713 90 90 37 37. حتة من اجل النزاهة. احلى مكان بصور الكلب. ما انت عارف الكلب الظهر حلو ودن الارض ماسكه كويس الوانات حمرا وفي دم في شراسه. بكام يا معلم؟ ب2.5. انت كده تعرفوش كده يا رجاله. تعرفوش كده يا رجاله. اطلع وصل له النبي عشان كلب بخصيتين وشغال وتمام. عايز تعالى اوريك عيال عند الفرادق. كلب بخصيتين اهو تمام. عشان ايه؟ ب2500. كلب فيه دم بيقول لما بيتنكش. ب2500. هات الرقم. 012 012 89 89 57 57 03 03 02 02. كده كده في نهاية الفيديو صلى على النبي للمرة الثانية قول على افضل الصلاة والسلام. ولو محتاج اي حاجة من خلال رقم الواتساب 011 415 799 33. صباحك فل والسلام عليكم.